اهلا بكم من جديد. شفنا في غياب الفار وغياب تاثير الفار او تاثير المباشر والموجه ازاي بيفقد العداله في الملاعب، وازاي الزمالك باخطاء وفقا لشهادات خبراء التحكيم استفاد بهذا الخلل. انا بس عايز اقول عند الفار 10 نقاط. الناس اللي متصوره ان احنا اللي بنهاجم قرارات الفار، احنا بنجيب لهم شهادات خبراء التحكيم من قيادات التحكيم وبنعلق عليها عن العلاقه بين الفار والصفار. انا اتلسعت بالشرب انا كمان. طيب هذا ليس هجوما، هذا احنا بنحلل اللي بيتقال قدامنا بخبراء التحكيم. بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي بيلعب مع المقصه، الحكم كان الكابتن ابراهيم نور الدين، وفي الفار كان جوه محمود دسوقي. النتيجه الاهلي كسب 3-1. اي حد يقول طب ما خلاص كسب، اديني حقي. حتى وانا كسبان 3-1 الحكم بيلغي هدف صحيح للاهلي سجله محمد شريف بداعي التسلل، لانه فعلا الفار عمل له خط ما هوش صحيح، رد عليه خبراء التحكيم على هذا الهدف. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط، عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوف الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال. مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه. بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد، هو لا، هو اللي عمل له خط التسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100% يعني. طيب والحكم الاهلي بيلعب مع وادي دجله، الحكم احمد الغندور، وفي الفار كان حسام عزب. الماتش خلص 0-0، لكن ضربه جزاء للاهلي لبيكهام لم يحتسب لها الحكم. والغريب ان الفار ما نبهش الحكم لانه عارف الاهلي مش مشترك في الباقه دي. نشوف راي الخبراء. ويعني عايز اقف حاجه هنا، ايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الامام، لو هو بيمسك ليه بيعلي لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه. فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا، وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ادي نقطتين راحوا على الاهلي. طيب جينا للاهلي بيلعب مع سيراميكا كليوباترا، حكم الساحه محمد يوسف، وفي الفار محمود دسوقي. الاهلي كسب 2-0، لكن حتى وهو كسبان الحكم والفار بيلغوا هدف صحيح لكهربا رغم وجود السماعات، لكن الاهلي مش مشترك في الخدمه. نشوف راي الخبراء. المساعد احمد حسام طه نقول له برافو، طبعا تمركز رائع، واحنا عملنا خط التسلل زي ما انتم شايفين كده، البيرو اللي عندنا الخط، ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل، معرفش التقنيه اللي استخدمها. انت بتقول للمساعد برافو على ايه؟ برافو ان هو واقف بشكل وما رفعش، رفع بعد انتهاء يعني بعد ما انتهت الهجمه ايا كان. هتجنني في الاخر لغى الجول. مش هو هو لا مش هو يا كابتن. طب مكمل خد وقت فيها اوفسايد ولا ما فيهاش اوفسايد؟ لا انا بالنسبه لي هنا ما عنديش تسلل. يبقى ما فيش برافو للمساعد. هو الفكره كمان النتيجه كانت وقتها ايه؟ الناس بتستنى لاخر ماتش تقول لك، وبصرف النظر يا اخي دي لي حق، ده في صراع على الهدافين، في فارق اهداف. صحيح. طيب الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي، والحكم محمد سلامه، وحكم الفار عمر الشناوي. الماتش ده خلص 0-0، لكن الغريب ان الحكم احتسب هدف للاهلي رجع لغاب بناء على تدخل الفار. يعني حتى الفار لما بيتدخل ضد الاهلي، عشان عارف الاهلي مش مشترك في الخدمه دي. كانت غريبه جدا. نشوف راي التحكيم. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب النادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره، لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه؟ اهي لا بس. هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص.
ادي نقطتين وقبل كده نقطتين بس اربع نقاط. عشان اللي بيتكلموا الكوره دي اتحسبت في الدوري المحلي وفي اوروبا كل اسبوع الناس بتجيب لها. والحكم الانجليزي اللي ميدو جابه قال له لو الجون ده ما اتحسبش فيه جون كتيره مش هتتحسب. طب الاهلي بيلعب مع بيراميدز حكم أربعة. الساحه اربعه كده اربعه اربعه حكم الساحه الكابتن جهاد جريشه وحكم الفار طارق مجدي. الخطا كان عدم احتساب ضربه جزاء لمحمد شريف زائد احتساب هدف للاهلي سجله بواليا ثم الغائه بناء على الفار لما افتكر ان الاهلي مش مشترك ما دفعش الفلوس. عدم تبيه الحكم لضربه جزاء مستحقه لمحمد شريف والغاء هدف صحيح لبواليا ده كان تدخل الفار بشهاده الخبراء. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص دي ركله جزاء واضحه. نشوف الهدف اللي احرزه النادي الاهلي وكان في طلع مع حارس مرمى نادي بيراميدز والكره وقعت وبعد كده طبعا جهاد شاف الكره بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول. ايه رايك مبدئيا عشان عندي سؤالين ايه رايك في الهدف ده سليم ولا لا؟ انا شايفه هدف صحيح. هدف سليم. وانت شايفه معايا ايه؟ لا انا شايفه هدف سليم. طيب ادي ست نقاط. لا كمان كابتن جهاد جريش يعني الحقيقه يعني بتاعه محمد شريف دي مش محتاجه فار. طيب الاهلي بيلعب مع المحله الحكم محمد معروف وفي غرفه الفار كان الكابتن سيد شعبان. الماتش خلص 1-0 للمحله. هدف غير صحيح للمحله لانه بدايته اصلا مش خطا على الاهلي. خطا غير موجود اتحسب اسفر عن هدف وضربه جزاء للاهلي لم تحتسب وطرد وطرد للاعب المحله لم يحدث. ده بسبب الحكم والفار بين محمد معروف وسيد شعبان ونشوف راي الخبراء. نشوف بعد كده هدف المحله. نعم. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهه فاول فيه. ادي اللعبه اتنين رافعين رجلهم بيلعبوا الكوره مع بعض الفاول مش موجود. نعم رامي ربيع خد الكوره يعني الاثنين مع بعض عندهم فرصه في لعب الكوره. هنا بقى دي لعبه محمد هاني. شوف بقى اللاعب هنا بص اللاعب بص الرجل بقت فين. اللي انا اقدر اقول عليها في دوسه على الرجل الشمال. لا القدم سيخ من الدوسه القدم وهنا كمان القدم لما الربة. نرجع كده يا كابتن احمد معلش القدم هنا لقدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني خلاص محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. نشوف بقى الحاله اللي هنا ضربه جزاء لم تحتسب. طبعا ركله جزاء لم تحتسب. نيجي بعد كده الحاله بتاعت فتح الله لاعب المحله دي لحظه حدوث المخالفه. عشان ادي اعتبارات الفرصه المحققه السيطره المواجهه المسافه للمرمى الحاجات دي كلها موجوده مصفر. عدد المدافعين وخلاص مفيش حد قدامه. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. اي مخالفه تمنع فرصة محققة احراز هدف خارج منطقة الجزاء كارت احمر. طيب انا بس مختلف معاهم في حاجة واحدة دي ضربة جزاء. هتقول لي بداية الخطأ بره بس استمرار الخطأ لحين الدخول داخل بتاع واتحسبت على وائل جمعة قبل كده تبقى ضربة جزاء بصرف النظر ولا حسب دي ولا حسب دي وحسب فاول وهمي جه منه ضربه الجون بتاع المحله وضربه جزاء يعني معاها يا طرد يا انذار لانها كانت هجمه واعده بانفراد مش ممكن في ماتش المحله ده ما تفهمنيش ان دي اخطاء. وده اللي قاله الكابتن سمير عثمان. نشوف اما نبص على رجل المدافع اما نيجي نبص على رجل المدافع نادي المحله هتلاقيها دايسه على قدم مهاجم النادي الاهلي محمد هاني. تمام وبعد كده في الالتحام اللي جاي بالفخذه من فوق التحام طبيعي بس لكن في خطا اللي هي ضعف قدم لعيب نادي المحله للعيب نادي الاهلي زي اللقطه اللي في الفيديو احنا شايفينها دلوقتي عارف الخبطه دي اللي دعت الرجل دي هي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده مكمل فيه يعني ضربه يعني ضربه جزاء ضربه جزاء كان لازم حكم الفيديو نادي معروف يشوفها كان لازم ده حق اصيل لحكم المباراه ان حكم الفيديو يستدعي الكره زي دي امال احنا عاملين فيديو ليه؟ تعال شوفها يقول طيب. معروف تعال شوف الكره دي طيب دي الكره الاولانيه ضربه جزاء الثانيه تستحق طرد؟ الثانيه بقى نتفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض يا كابتن
الفرصه المحققه، عناصر الفرصه المحققه كلهم موجودين، العناصر كلها موجودين. هنا محمد معروف احتسب القرار التمرير خطا، بس هنا برضه ارجع تاني حكم الفيديو كان لازم يناديه عشان يقول له لا تعالى بص عليها العناصر موجوده في عناصر الفرصه المحققه، يبقى لازم كارت احمر مش كارت اصفر. يعني اجماع كابتن سمير عثمان واجماع الكابتن احمد الشناوي على انه ماتش المحله دي كانت يعني اصل مش محتاج. احنا هنا بنلوم الفار طبعا لان هو خطا مركب هنا. الحكم مش محتاج للفار في كل القرارات اللي اتعرضت ها، لانه كان قدام الفاول اتحسب. بقى انت يا راجل يعني انا عايز اعرف بس ازاي ناس انت تحسب دي فاول على رامي ربيعه وما تحسبش دي طرد، ما تحسبش دي ضربه جزاء، ازاي؟ ايه المعيار؟ ايوه المعيار. عارف اللي جننك ايه؟ انه حتى مع وجود الفار من نفس الحكم ده فعلا يعني ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الحكم لما بيقع في خطا والفار يقع في خطا ثم تحدث نفس الواقعه تتكرر فالقرار يبقى غير القرار، يبقى هنا يبان المعيار. لانه الحكم محمد معروف اللي ما حسبش ضربة الجزاء بتاعة النادي الأهلي، هو نفس الحكم والفار ما استدعاهوش، يقوم نفس الحكم في نفس الخطأ الزمالك المقاولين بيلعب مع الإنتاج، بصوا أهو ده شايفين الخطأ عامل إزاي؟ ما يتحسبش. طيب أدي المقاولين بيلعب مع الإنتاج نفس الحكم وتقريبا في نفس المكان بنفس شكل الخطأ، بعديها على طول يروح حاسبه، الفار استدعاها وحسبها. طب هل ده يعقل؟ بتاعت الاهلي اوضح لان الرجل كانت واضحه جدا ودي برضه واضحه. يعني انتوا متخيلين يا جماعه انه الاهلي بين اقل الفرق احتسابا او حصولا على ضربات الجزاء يتحسب له ثلاث ضربات جزاء في الموسم وعليه اثنين، يتحسب عليه اثنين. ماتش المحله ده بيفكرني ايه؟ اه بماتش الشرطه في 2009 اللي عمالين يتكلموا عليه. أيوه. وسيد فتحي ضربتين جزاء وجون سليم، دي مجزرة العدالة، وراح حاسب ضربة جزاء غير حقيقية وهمية. فضيحة، وطلع يحتفل يقول لك أصل الأهلي بيتجامل. هو اللي بيقول كده. الأهلي لأنه زي ما الكابتن عادل عبد الرحمن قال ما جددش الباقة بتاعت الفار. احنا وصلنا كام كده؟ تسع نقاط ضاعت على الأهلي وعشر نقاط احتسبت للزمالك، بس الاهلي ما يلومش الا نفسه. احنا خلصنا ولا لسه؟ الاهلي ما اشتركش في باقه الفار، يتحسب له ثلاث ضربات جزاء بس. هنا بقى عايز اتوقف رغم اجماع الناس على جداره واستحقاق الفريق لضربات جزاء. هنا عايز اتوقف، ودي غلطه مين؟ انا شايفها غلطه الكابتن سيد عبد الحفيظ. بدل ما تطلع تشتكي روح ادفع الاشتراك، جدد الاشتراك او جدد الاشتراك ادفع الاشتراك يعني جدد باقه الفار، عايزين نشترك في الفار. طب نقول لسيد